باسم ملوك الجان وخاتم سيدنا سليمان أقسمت عليك بالحضور إلى هذا المكان. احضر يا ريحان، احضر يا ريحان. هذا يبدا يرد الشتاء رجلي لا اطهى والمطوع ولا تطعن بي. هاي هلا شوف شو بدك تقول له انك يوبيديا. قول ام ديبو للشعوذه والسحر. هالشخصية رح تكون المحور الأساسي لأحداث المسلسل الكوميدي زاوية ام ديبو يلي عم يلعب فيه سليمان قطان دور المشعوذة يلي رح تمارس كل طقوس الدجل بهدف جمع المال. دستور من خاطركم كيو ميديا، محسوبتكم ام ديبو، جلب الحبيب والربط والفك وضرب البندل والسفلي والعلوي جاهزين. وأنا بام ديبو أخذ هنك أنثوي لامرأة شامية، خليني أقول عمرها بالستين 65 سنة. نحن بعيدين تمام البعد عن عالم السحر الحقيقي، نحن أمام حالة العلاقة بالدجل، بالحالة الشرطية، بالحالة الكوميدية، لنشوف كيف تسلب العقول هذه المرأة أو هذا النوع من الشريرين. هو صراع ضمن خط تمتلكه أم ديبو، شرير وينتصر الخير في النهاية، وهذا لا شك فيه. ورح يزور ام ديبو يوميا العديد من الشخصيات يلي تداعيات الحرب السورية أثرت على نفسيتهم ودفعتهم ليلجأوا لأي وسيلة لحل مشكلاتهم. خليك يا ام ديبو، طمنيني بشأن الله. نحن عم نلامس حالات إنسانية وإيجابية بكل فئات المجتمع. كيف الحالات الاستغلالية من هدول الشخصيات اللي موجودين بمجتمعنا لحالات موجودة بالمجتمع من خلال المرض، من خلال الأزمات العاطفية، من خلال الحالات النفسية. بعد مرور 10 سنوات من الحرب على بلدنا، فتمخض عن هاي الحرب أعتقد حالات نفسية مربكة، حالات نفسية متعددة. أفرزت هذه الأزمة اللي مرينا فيها عدة مشاكل، وأغلب العامل النفسي، ونحن ندور في هذا الفلك، في فلك العامل النفسي. وبحسب ما خبرتنا ام ديبو أن زوارة من النساء رح يكونوا أكثر من الرجال. الحالة الطبيعية النسوان وضعاف النفوس. ليش النسوان؟ لأنه دائما الأنثى نحن يعني بنلعب على دغدغة المشاعر والعواطف، والأنثى هي بطبيعتها عاطفية أكثر، بتروح باتجاه المشاعر أكثر، إنما يعني الذكورية يعني بيروحوا باتجاه العقلانية أكثر. ما عم أقول إنه الرجل عقلاني أكثر من المرأة، يعني العاطفة الزائدة عند الأنثى بيغلب عليها هذا الموضوع. وسليمان ما بس عم يلعب دور ام ديبو، فهو كمان كاتب العمل، وهالسبب يلي دفعه لزيارة العديد من السحرة لتقمص الشخصية. زرت السحرة من المشرق إلى المغرب، يعني أكثر شطارة في هذا المجال هم أهل المغرب. وهلا ما بدنا نحكي عن من يعني تجارب السحر من سيدنا موسى إلى هاي اللحظة. هذا العالم موجود ونعترف به. وأداء سليمان لدور امرأة يمكن يعرضه للانتقادات، فهل عنده تخوف من حكم الجمهور؟ أكيد ما عندي تخوف، لا أكيد، لأنه نحن يعني لما عم بنقدم هذا النوع من الفن هو ضمن إطار شرطي، يعني بالفن مباح الشرط. يعني اليوم أنا بحطك بإطار أنه أنا أخي هذا اللوكيشن هو مخفر وهو بيكون غرفة، فأنت محطوط ضمن شرط، ومحطوط ضمن شرط ضمن إطار فني شرطي، والشرطية هي مدرسة فنية، وهي رؤية ووجهة نظر مشتركة ما بين الكاتب والمنتج والمخرج. لكن الشيء الوحيد بهالشخصية اللي كان مشكل عائق عند سليمان هو التغيير الشكلي من مكياج وأزياء. أنا عم باكل هم، صرت أنا روح على البيت يعني إلا لمرتي الله يعينكم على لبس الصدرية، الله يعينكم على الشعر، يعني عم بعرق. شوفت عينك يعني الحمد لله الـ يعني الصيف دبحنا دبح، اللبس، العرق، ظروف التصوير، الإعادة، يعني كل أنا مثل ما عم أقول لك يعني خرجت بهي التجربة إنه صرت فعلا أعزر النسوان بكل مشاكلهم.